السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ احنا دلوقتي بنحاول نلم الديفينيشنز بتاعت لسون 1 في يونت 2 اللي هي خاصه بالالكتريستي، هي اللي هي طريقه معينه للمذاكره. اول حاجه كده، يعني ايه اصلا الكتريك كارنت؟ الكتريك كارنت ده الفري الكترونز اللي بتمشي في سلك الكهرباء. ديفينيشن تافه جدا، بقول عليها ذا فري الكترونز ذات باس ثرو الكتريك واير. وممكن مكان في كلمه فري الكترونز ممكن اقول ايه بقى؟ نيجاتيف الكتريك تشارجز اللي ماشيه في الالكتريك واير كده، تمام؟ عندي بقى باقي الديفينيشنز بقولها على شكل ترانجل ديت. دي طريقه سهله جدا لمذاكره الديفينيشنز. لما يطلب منك ديفينيشن، اول ترانجل عندي بتاع الالكتريك انتنستي، لما يطلب منك ديفينيشن الالكتريك انتنستي تحط صباعك كده زي الشاطر على الالكتريك انتنستي وتقول ايه، تبدا من ده على ده، تقول ذا كوانتيتي اوف الكتريستي ذات باسس ثرو كروس سيكشن ان يونت تايم، يعني كميه الكهرباء اللي ماشيه في سيكشن معين، في كروس سيكشن جزء معين من السلك الكهرباء يعني في يونت تايم. يبقى لو عايز ده بحط صباعي عليه وبقول الاثنين التانيين كوانتيتي اوف الكتريستي ذات باسس ثرو كروس سيكشن ان يونت تايم. طيب لو طلب منك يونت اللي هو الامبير، تقول الامبير ده بتاع مين؟ يعني امشي الامبير ده بتاع الالكتريك انتنستي، يبقى تقول الامبير ده از ذا الكتريك انتنستي، ذا الكتريك انتنستي بتاع ده، والباقي تقوله باليونتس، تقول له بقى ذا الكتريك انتنستي ان ويتش 1 كولوم 1 كولوم باسس ثرو كروس سيكشن ان 1 سكند، يبقى الباقي اتقال باليونتس. يبقى لو طلب يونت بتقول اليونت ده بتاع مين وتقول الباقي باليونتس، تقول الكتريك انتنستي ان ويتش 1 كولوم، يعني واحد كولوم باسس ثرو كروس سيكشن ان 1 سكند. طب لو طالب الكولوم، الكولوم ده هو برضه بتاع مين؟ كوانتيتي اوف الكتريستي، الكولوم ده بتاع كوانتيتي اوف الكتريستي ان ويتش 1 امبير، اللي من خلاله 1 امبير باسس ثرو كروس سيكشن ان 1 سكند. فانا طلبت الكولوم رحت قايل الباقي امبير وسكند، اتفهمت؟ عشان لو جالي في الساينتفك تيرم امبير وسكند وسكند، يبقى اللي مطلوب مني في ساينتفك تيرم هو الكولوم. طب لو جالي كولوم وسكند، يبقى اللي مطلوب مني الامبير. عرفت بحل بيها ازاي؟ تمام كده، في اي مشكله؟ ان شاء الله ما يكونش في مشاكل. طيب البارت الثاني او اللي هو بتاع الايه، البوتنشال ديفرنس، بجيبه ازاي؟ قبل ما اقول البوتنشال ديفرنس بين تو بولز كان عندي حاجه اسمها الكتريك بوتنشال. ايه بقى الالكتريك بوتنشال ده يا شباب؟ الالكتريك بوتنشال ده هو ستيت اوف كونداكتور، يعني حاله الكونداكتور ايه؟ ذات شوز، اللي بتعرفني هل الكهرباء هتمشي من الكونداكتور ده ولا ليه لما يتوصل بكونداكتور تاني. يعني لما اجيب اتنين كونداكتور زي كده، هل اشوف بقى الكهرباء ده مثلا الكونداكتور ده اشوف الكهرباء هتمشي منه ولا ليه لما يتوصل بكونداكتور تاني، تمام؟ بقول بقى ايه ذا ستيت اوف كونداكتور، يعني حاله الكونداكتور ده ايه؟ ذات شوز، اللي بتعرفني ترانسفير اوف الكتريستي فروم اور تو ات، فروم اور تو ات when it's connected to another conductor، لما يتصل بكونداكتور تاني. تفهم كده يا شباب؟ طيب هنا بقى ايه بقى البوتنشال ديفرنس بين التو بولز؟ هي الفي، وهنا الدبليو اللي هي الورك دان، وهنا الكوانتيتي. انا بقى عايز الديفينيشن بتاع البوتنشال ديفرنس بين التو بولز، بروح عامل برضو صباعي الجميل كده واحطه هنا. يبقى البوتنشال ديفرنس بين التو بولز بقول هو الورك دان، الشغل اللي بذلته عشان انا الكميه من الكهرباء بين تو بولز او تو اندز او تو كونداكتورز او تو تيرمينالز، يبقى ببذل شغل عشان انقل كميه معينه من الكهرباء، ببذل شغل عشان انقل كميه معينه من الكهرباء ما بين اتنين كونداكتورز. يبقى اقول ايه بقى؟ ورك دان، انا حطيت صباعي على ده بقول الاتنين التانيين ورك دان، شغل اتبذل تو ترانسفير كوانتيتي اوف الكتريستي بتوين تو بولز، ورك دان تو ترانسفير كوانتيتي اوف الكتريستي بتوين تو بولز. طب لو عايز بقى يونت، احط صباعي على اليونت الفولت، الفولت ده بتاع مين؟ بتاع البوتنشال ديفرنس بين التو بولز. ده كده بدايه الديفينيشن، ذا بوتنشال ديفرنس بين التو بولز، والباقي اقوله باليونتس. ان ويتش بقى ايه؟ 1 جول، اللي من خلال 1 جول ترانسفيرز او يوزد تو ترانسفير 1 كولوم، بستخدم 1 جول عشان انقل 1 كولوم بين تو بولز. يبقى ال 1 جول ده اللي هو الشغل اللي بذلته، يبقى ان ويتش ايه بقى؟ 1 جول يوزد، بذلته استخدمته تو ترانسفير 1 كولوم عشان انقل 1 كولوم بين تو بولز. اتفهمت كده؟ طيب في بقى ديفينيشن عندي لحاجه اسمها الكتروموتيف فورس. الالكتروموتيف فورس بقى لما احط الفولتميتر عشان يقيس البطاري، لما اجي اقيس البطاري يا شباب بفتح الالكتريك سيركت بخليها اوبن. دي ليه؟ لان لو قفلت الالكتريك سيركت البطاري هيتسحب منها كهرباء، وانا عايز اقيس قوتها. الكتروموتيف فورس ده معناه قوه البطاري قد ايه، فبفتح البطاري بفتح الالكتريك سيركت فبقول عليها هي بوتنشال ديفرنس بين التو بولز اوف باتري. هنا بقيس الباتري بقى وين ذا سيركت از اوبن، وين ذا سيركت از اوبن، ليه فاتحه؟ عشان مش عايز يتسحب كهرباء اصلا من الباتري. اخر ترانجل معايا اللي هو بتاع ايه؟ الريزيستنس والاوم والكلام ده. بس انا عندي
قبل ما ابدا الترانجل عندي ديفينيشن للريزيستنس. ايه هي الريزيستنس اللي هي الالكتريك ريزيستنس؟ كلمه ريزيستنس معناها المقاومه، زي كده المقاومه بتاعت فلسطين اللي بوقفوا في وش الصهاينه كده عشان نخلص منهم ان شاء الله. فكلمه ريزيستنس معناها دي الكهرباء ماشيه كده، ذا اوبوزيشن. يعني ايه اوبوزيشن؟ المقاومه اللي بتقف في وش الكهرباء وهي ماشيه في السلك، يبقى المقاومه او الممانعه ذا اوبوزيشن ذات فيسز الكتريستي وين ات باسز ثرو الكتريك واير، وهي ماشيه في الالكتريك واير. طيب يعني ايه اومز لو؟ اومز لو ده ديفينيشن تافه جدا، بقول على طول دايركت ريليشن بتوين ده وده اللي هو الفي والاي، بقول دايركت ريليشن ما بين الفي والاي، واقول الفي والاي بالانجلش، يبقى دايركت ريليشن بتوين بوتنشال ديفرنس بتوين التو بولز والالكتريك انتنستي، بقول الريليشن ما بينهم دايركت. طب ايه هو الريزيستنس اوف كوندكتور مش الكتريك ريزيستنس؟ خلي بالكم الفرق ما بين الاثنين، بقول هو عباره عن ايه بقى؟ ريشيو بتوين الفي والاي، ريشيو بتوين البوتنشال ديفرنس بتوين التو بولز والالكتريك انتنستي. حلوه اللعبه دي؟ يبقى ده دايركت ريليشن، ده ايه؟ ريشيو. طيب الترانجل ده بقى تافه جدا، بيطلب منك اليونتس بس. لو طلب اليونت اللي هو الاوم، بقول الاوم ده بتاع مين، واقول ده بكذا وده بكذا. حلوه اللعبه دي؟ يعني انا لو طالب الاوم، الاوم ده بتاع الريزيستنس، يبقى الاوم هو الالكتريك ريزيستنس، لما المعلم ده يبقى ب 1 فولت والمعلم ده ب 1 امبير. تتقال بقى بالانجلش ازاي؟ ايه هو الاوم؟ ذا الكتريك ريزيستنس وين بوتنشال ديفرنس بتوين تو بولز ايكوال 1 فولت والالكتريك انتنستي ايكوال 1 امبير. تمام كده؟ طب لو عايز الفولت، الفولت ده بتاع مين؟ بوتنشال ديفرنس بتوين التو بولز، لما المعلم ده اللي هو الالكتريك ريزيستنس ايكوال 1 اوم والمعلم ده اللي هو الالكتريك انتنستي ايكوال 1 امبير. طب لو عايز الامبير، الامبير ده بتاع مين؟ الكتريك انتنستي، الامبير ده بتاع الالكتريك انتنستي وين البوتنشال ديفرنس بتوين التو بولز ايكوال 1 فولت والالكتريك ريزيستنس ايكوال 1 اوم. هي دي الديفرنشنز اللي عندنا في الليسون، واتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله.